بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أبنائي وبناتي التلاميذ والتلميذات، قبل أن نبدأ إن شاء الله بإنجاز المقرر الدراسي المخصص لديكم هذه السنة في الأولى بكالوريا علوم تجريبية خيار فرنسية وعلوم تجريبية عادية، لا بأس أن نستحضر بعض التعلمات التي درستموها في السنة الماضية، إما من أجل ترسيخها وتثبيتها في أذهانكم، وإما من أجل إزالة النواقص التي يمكن أن تكون عالقة في أذهان بعض التلاميذ والتلميذات. طبعا ما سنتذكره وما سنستحضره وما سنراجعه لا شك أنه سيفيدنا إن شاء الله في تعاملنا مع مادة اللغة العربية، سواء في مكون النصوص أو مكون علوم اللغة أو حتى مكون التعبير والإنشاء. وأول ما سنستحضره إن شاء الله من الدروس في هذه الحصة المخصصة للمراجعة والتثبيت هو درس الخبر والإنشاء. بعد درس درستموه في السنة الماضية في الدورة الأولى، بداية يعني ربما الدرس الثاني في الدورة الأولى بعد الكتابة الإملائية، سنحاول أن نستحضره هذه السنة هذه، لأننا سنوظفه بكثرة خصوصا فيما يتعلق بمكون النصوص. ثم نحن كذلك سنستحضر في بعض الدروس اللغوية ما يتعلق بالإنشاء. طبعا درستم في السنة الماضية ورأيتم أن الكلام في اللغة عندنا نوعان، ولا يخرج عن هذين النوعين، إما أن يكون كلاما خبريا أو أن يكون كلاما إنشائيا، وليس هناك كلام غير هذين الكلامين في لغتنا العربية. الآن ما الفرق بين الخبر والإنشاء؟ الكلام الخبري هو الكلام الذي يحتمل الصدق أو الكذب. ما معنى ذلك؟ يعني هو الكلام الذي يمكن أن يكون قائله صادقا فيما يقول أو أن يكون كاذبا فيما يقول، لأنه يخبر بخبر وهذا الخبر يحتمل الصدق إن كان مطابقا للواقع، ويحتمل الكذب إن كان غير مطابق للواقع. مثلا كأن تقول أنجز التلميذ تمارينه، أنت الآن قدمت خبرا، هذا الخبر قد يكون صادقا إذا كان فعلا التلميذ قد أنجز التمارين، وقد يكون كاذبا إن لم يكن قد أنجز تمارينه. إذن نعرف الخبر بكونه الكلام الذي يحتمل الصدق أو الكذب. عكسه الإنشاء هو الكلام الذي لا يحتمل لا الصدق ولا الكذب، يعني لا يمكن أن تقول لقائله إنك صادق أو إنك كاذب فيما تقول. مثلا كأن تقول هل أنجز التلميذ تمارينه؟ طب إذا قال لك قائل هذا الكلام لا يمكنك أن تكذبه أو تصدقه، لأنه لم يخبرك بخبر بقدر ما استفسر ما استفهم عن أمر ما، يعني طلب معرفة شيء ما غير متوفر لديه غير متحقق لديه، وبالتالي هو ليس بصادق ولا بكاذب. يعني هذا هو الفرق ما بين الخبر وما بين الإنشاء. الآن سنتعرف على أنواع الخبر، عفوا أنواع الإنشاء. الكلام الإنشائي نوعان، النوع الأول هو الإنشاء الطلبي، والنوع الثاني هو الإنشاء غير الطلبي. وبالطبع يظهر من خلال تسميتهما على أن الأول يطلب فيه المتكلم شيئا والثاني لا يطلب شيئا، لذلك يعرف الإنشاء الطلبي أنه الكلام الذي يطلب فيه المتكلم شيئا غير حاصل وقت طلبه. مثلا سابقا حينما قلنا مثال هل أنجز التلميذ تمارينه، المتكلم في تلك اللحظة لم يكن عالما هل تم إنجاز التمارين أم لا، ويريد معرفته، إذن هو في تلك اللحظة غير عالم بما يطلبه، لذلك يسمى طلب شيء غير حاصل وقت طلبه. طب هذا الإنشاء الطلبي يكون بخمس صيغ، أربع منها سندرسها ونتعلمها هذه السنة في مكون علوم لغة، وهذه الصيغ هي الأمر، النهي، الاستفهام، التمني، ثم النداء. إذا التلميذ هذه السنة سيتوقف مع درس الأمر ودرس النهي ثم الاستفهام ثم التمني ليتعرف على هذه الصيغ الأربعة. الآن نذهب إلى الإنشاء غير الطلبي.
هو الذي لا يطلب فيه المتكلم شيئا، لا يطلب شيئا لنفسه. وله صيغ متعددة أهمها التعجب، وقد درستموه في السنة الماضية مثلا، ما أحسن التلميذ، أو أحسن بهذا التلميذ. إذن هنا ما أخبرت وما طلبت شيئا، بل تعجبت من خلق ذلك التلميذ. القسم تالله والله، الترجي لعل، عسى لعل السماء تمطر غدا مثلا. هنا توقعت ماشي طلبت، توقعت هطول الأمطار غدا. المدح قد درستموه كذلك في السنة الماضية، نعمة حبذا. الذم بئس، بئس التلميذ خلقا في الذم، ونعم التلميذ خلقا مثلا في المدح. والذم كذلك يكون ببئس، يكون ببئس بلا حبذا بساء. إذن هذه أدوات الذم. إذن هذا فيما يتعلق بأنواع الكلام الإنشائي. ننتقل الآن إلى أنواع الخبر. الخبر ثلاثة أنواع، هي الخبر الابتدائي، الخبر الطلبي، ثم الخبر الإنكاري. كيف نميز بينهما؟ من خلال صيغة الجملة. الخبر الابتدائي هو الذي يقدم المتلقي خاليا من أدوات التأكيد، ليست فيه أدوات تأكيد. مثلا عندنا هنا العلم نور والجهل ظلام، إذن هنا جاء الخبر غير متضمن لأي أداة من أدوات التأكيد، إذن هذا يسمى خبر ابتدائي. النوع الثاني هو الخبر الطلبي، هو الذي يقدمه المتلقي مؤكدا بأداة واحدة، اللي هي عندنا هنا إن أداة تأكيد، إن العلم نور والجهل ظلام. ثم الخبر الإنكاري هو الذي يقدمه المتلقي مؤكد بأداتي تأكيد أو أكثر، أداتين أو أكثر، على الأقل أداتين وما أكثر وأكثر منهما. مثلا في هذا المثال عندنا إن أداة تأكيد، إن العلم لا نور، هذا تسمى لام التأكيد، وإن الجهل ظلام. إذن ثلاث أدوات، كان ممكن نقول إن العلم نور وإن الجهل ظلام. على الأقل يجب أن يؤكد الكلام الإنكاري بأداتين تأكيديتين. من أهم أدوات التأكيد مثلا عندنا إن، وركزوا مزيان، إن ماشي إن، يجب أن تكون النون مشددة. عندنا أن، عندنا قد أو لقد مثلا، اللام ما هي مثلا كما هي هنا في المثال أن لا نور، القسم والله تالله، يعني يقسم الإنسان لكي يؤكد الكلام. التكرار مثلا قد تقول في الجملة العلم، العلم نور، أكدت يعني كررت لفظة العلم لكي تؤكد على أهميته. إذن هذه أهم أدوات التأكيد. سنرى مدى استيعابكم لهذا الدرس من خلال هذه التمارين التطبيقية التي يطلب فيها من التلميذ أن يحدد من خلال هذه الأمثلة المثيلة أمامه أولا نوع الأسلوب، وكان قصده هنا نوع الأسلوب هل هو خبري أم إنشائي، ثم أن تحدد لي نوع الخبر، نوع الإنشاء عفوا، هل هو إنشاء طلبي أم غير طلبي. فإذا كان يتضمن أمرا أو نهيا أو استفهاما أو تمنيا أو نداء فهو طلبي، إن كان ترجي قسام مدح ذم فهو يعني غير طلبي. ثم أن تحدد نوع الخبر، هل هو ابتدائي إذا كان خاليا من أدوات التأكيد، هل هو طلبي إذا كان مؤكد بأداة واحدة، أم إنكاري إذا كان مؤكد بأدتين. طبعا ملي كيكون نوع الأسلوب إنشائي راه ما تملاش الخانة الثالثة، كتملأ فقط هذه الخانة الأولى، دير فيها إنشائي ودير هنا هل هو إنشاء طلبي أم غير طلبي. إذا كان نوع الأسلوب في مثال خبري فما كنملأش الخانة الثانية، لكن أحيانا قد يكون المثال يتضمنهما معا، يتضمن أسلوب خبري وأسلوب إنشائي، خصوصا أن عندنا هنا العديد من الأبيات الشعرية، والأبيات الشعرية كما تعلمون مقسمة إلى قسمين، السطر الأول والسطر التالي، وبالتالي قد يكون أحدهما خبريا والآخر إنشائي. إذن هذا كل ما يتعلق بهذا الدرس، وفقكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمته